دلوقتي في منطقة وسط البلد، بس اسمحوا لي أخدكم في جولة استثنائية هنركب فيها آلة الزمن ونرجع بالزمن لأكتر من 100 سنة ورا. الفنان الله يرحمه محمود عبد العزيز كان بيحوى المكاوي. مين المشاهير اللي بيترددوا على الصالة من خمسينات القرن الماضي لحد دلوقتي؟ الملك فاروق، هاني شاكر. أغرب قطعة بعتها في مزاد؟ أوضة سفرة للأميرة فوزية. والست المصرية الأصيلة بتسعى ورا رزقها بالحلال حتى لو هتيجي القاهرة صد رد كل يوم. الشغل مش تعب، ازاي اقعد يعني؟ هقعد اعمل ايه بقى؟ حضرتك وصلت لاي درجه من درجات المحاماه؟ استئناف عالي ومجلس دوله، وانا في الجلسه كنت برسم. كنت ساعتها بقى بتبيع الصوره بكام؟ ب60 قرش. احنا دلوقتي في منطقة وسط البلد، بس اسمحوا لي اخدكم في جولة استثنائية هنركب فيها آلة الزمن ونرجع بالزمن لأكتر من 100 سنة ورا، مع الأستاذ فؤاد صديق. منورنا في أهالينا يا أستاذ فؤاد. شكرا. عرفنا بنفسك. فؤاد صديق، كنت خبير متمن وصاحب صالة أوزوريس المدادات. حضرتك بتقولها كده صاحب صالة أوزوريس كده مرور الكرام؟ لا، صالة أوزوريس أقدم صالة مزادات في مصر. هي فعلا أقدم صالة مزادات في مصر طبقا للأوراق والمستندات والتاريخ بتاعها 1900 تقريبا. فإحنا فعليا ركبنا آلة الزمن ورجعنا أكتر من 100 سنة لورا. عايزين حضرتك بقى ترجع وتحكي لنا تاريخ العائلة في مهنة التثمين والمزادات. هي ابتدت الموضوع برئاسة الخبير العالمي الله يرحمه طبعا جورج ليفي، وكان معاه المساعدين بتوعه اللي هو جويدو كاسكو، فرنسوا عبادي، ووالدي صديق قلتا. ده جد حضرتك؟ لا، ابويا. باباك؟ انا ابويا مواليد 1897، بس ما شاء الله كان صغير بالنسبه لهم يعني. اجا بعدين اجا. فكانت السارة تقريبا هي الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط كله، وبتقوم بإعداد المدادات، وكانت المدادات بتتعمل كلها، كان البيوت بتاعة الأمراء والأسرة المالكة كانوا متعودين يغيروا الأساس بتاعهم كل سنة كل سنتين تقريبا. فكانوا بيجيبوا الحاجات بتاعتهم في المزاد، والتانيين اللي عاوزين يشتروا حاجتهم، بس ما تبقاش المعاملة بين البشوات مع بعض. فبتيجي عن طريق صالة المزاد. يعني حضرتك تعتبر وسيط بين البائع والمشتري من نفس الطبقة الاجتماعية. من نفس الطبقة الاجتماعية، بس هم بيشتروا برضو بيشتروا حاجات من اللي باع. يعني ده باشا وده باشا، ده أمير ده أمير، بيشتروا من اللي باعه. وكنا ماشيين يعني، كان كل أسبوع مزاد، وأحياناً أكتر من مزاد في الأسبوع، لغاية ما جت الثورة بتاعت 52. وطبعاً باعوا الكسور الملكية، الكسور الملكية كلها كان في تعاقد بقى ما بينهم وبين الصالة. يعني صالة أوزوريس في عهد والد حضرتك كان التعاقد من قبل والدك؟ لا، انا بتكلم على ساعة ثورة 52. لا، كان ان مجلس قيادة الثورة تعاقد مع والد حضرتك لبيع مع اللي هم اصحاب الصالة كلهم مع بعض. يعني كان المجموعة المجموعة وقتها كان بيمثلها جورج ليفي. وابتدينا بقى نمشي بقى لوحدنا بعد لما حصل التهجير
معظم او الناس اللي خرجوا من نفسهم البشوات والبتاع غالبيتهم طلعوا بره. فقعدنا نشتغل برضو لغايه ما اجوا من الاحفاد. واخد بال حضرتك؟ طبعا بعضهم ما بيفهموش في الانتيك. فبعضهم كان يحط الحاجه قدام القصر، ينزلوا العفش الانتيك القديم قدام القصر ويجيبوا ناس ينقلوه ويدفعوا لهم فلوس. حصلت كتير كتير، وفي ناس طبعا غنيت من ورا العمليه دي طبعا، لانه التانيين شباب مش فاهمين ومش عارفين قيمتها، جاي من امريكا جاي من فرنسا، فبيبص على الحاجات المودرن الجديده مش عارف قيمتها. ده حصل فعلا فعلا فعلا، وناس كتير موجودين على كده الحياه لغايه النهارده. اقتنوا من هذا الوضع. واقتنوا ثراء فاحش، الملايين ثراء فاحش يعني، واخد بالك؟ وفضلت تتطور لغايه يومنا الحالي. نحن دلوقتي مثلا بيبقى في الاجداد توفوا، وفي بقى الاحفاد بيجيبوا الحاجات اللي عندهم وبنتبادل من ده لده، بيبدأ يشيل يشيل وي. طيب، وفي حاجات بتيجي من بره، ناس يعني بعض التجار بيجيبوا حاجات من بره برضو انتيك من بره عشان يتباع. وماشيين بهذه الطريقه بقى. طيب احكي لي عن اول يوم نزلت فيه الصالة، كان عندك كام سنة؟ أول يوم نزلت رسمي؟ لا، قبل رسمي لحد ما وصلت. قبل رسمي أنا من سن 10 سنين معاهم، وأنا سن 10 سنين ووالدي كان بيعلمني كل شيء وماشي، لكن نزلت رسمي ورأست الصالة كان في سنة 2000 تقريبا. حلو، بس انت اكيد ما مسكتش رئاسه الصلاه خط لزق، اكيد كنت بتيجي شويه باباك يعلمك حاجه. لا بقول لك من سن 10 سنين، ما انا يعني بقى كنت اقوم بكل شيء، استطيع ان اقوم بكل، كان رسمي مغصق كترخيص 2000 قبل 2000 وقبل الترخيص. قبل 2000 كنت بشتغل. احكي لي بقى عن اول درس السيد الوالد علمه لك من اسرار الانتيك. هو كان الأول حاجة بيعلمني إيه هو الأنتيك. إيه هو الأنتيك؟ الأنتيك اللي هي أي سلعة مصنوعة صناعة جيدة جداً ومضى عليها، يعني بنقول الأنتيك أقل حاجة في الأنتيك نقول 100 سنة. ده كان الأول، النهاردة نقول 200 سنة نقول عليه أنتيك. فإزاي تعرفوا من القديم من الجديد؟ دي بتبقى في موهبة زائد التعليم. وفي حاجات بتبقى الحاجة الصماء قدامنا كده وإحنا بنقدر كل حتة فيها. تمام. العمر بتاعها، الناحية الفنية قد إيه فيها مبذولة، مدى الطلب عليها، لأن ممكن حتة كبيرة حجر كبير بتاع وأنتيك وقديم، لكن هتاخديه تحطيه فين؟ مش هتقدري تستفيدي بيه، فهنا ده تمنه ما يصلحش للبيوت. البيت عاوز حاجه يحطها انتيك، زي تمثال كده الرخام ده هتقدري تحطيه في البيت، لكن لما اجيب حاجه كبيره صندوق قد كده كبير وقديم فعلا بقاله 300 سنه 400 سنه احطه فين في البيت؟ ملوش استعمال. يعني الفنان الله يرحمه محمود عبد العزيز كان بيهوى المكاوي. فانا مستعجب، كنت اقول له يعني المكاوي دي هتحطها فين؟ ده قطعه حديد كبيره. هتحطها في باترينا ولا فين؟ لا، غاوي المكاوي. غاوي البيك ابات اللي هي الهورد دي، البوق اللي فيها بوق. غاوي الحاجات دي كتير. هو يعني فنان، هو معروف ان هو حتى بعد وفاته الله يرحمه كان عنده صاله كبيره مليانه انتيك. وهو كان يعني حس مرهف الحس وإنسان ما يتعوضش. طيب، بما إن إحنا ذكرنا الفنان الراحل محمود عبد العزيز، تعالى نرجع لمشاهير العملاء لأوزوريس من أول الملك فاروق. مين المشاهير اللي بيترددوا على الصالة من خمسينات القرن الماضي لحد دلوقتي؟ يعني كان في الأول الملك فاروق، هاني شاكر وزوجته. بيحب يقتني ايه الاستاذ هاني شاكر؟ هاني شاكر ده انسان مرهف وذكي جدا جدا جدا، وبيته كله انتيك. ما عندوش حتى مش انتيك في البيت. كان في كمال الشيخ، استاذ كمال الشيخ المخرج،
ده أستاذ برضو كبير وكل حاجة بيحبها يجيبها من فرنسا ويجي. وفي علي الزرقاني، في صفية حلمي، في برضو بعض الإعلاميين، عزة مصطفى برضو أستاذتنا الكبيرة، وصفاء حجازي دي ما كانش تسيب مزاد، ما فيش مزاد كانت تسيبه. يعني الأسرة بتاعتها كلها ربنا يرحمهم. كانت الوالدة برضو بتيجي عندنا. في بقى كتير كتير. طيب كتير. ممكن تحكي لنا المزادات بتمشي ازاي دلوقتي؟ يعني القانون بي 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 ما بيسمحش غير البيع لصالح الغير، فكل القطع دي بتاعت ناس، بتاعت ناس مظبوط. حضرتك بقى تحكي لي بقى، كان للقانون رقم 100 سنه 57. حلو. القانون ده بيقول ايه؟ بيقول ان صاله المزاد بتبيع الموبيليات المستعمله. فلما يكون حاجه جديده ما تنفعش مزاد، لان حاجه جديده هيروحوا المعرض بتاعها يشتروها. فدي حاجات بتجيلنا من البيوت، يعني الحاجات اللي هنا دي جايه لنا يمكن من 100 اسره. بتيجي الحاجات وبقدرها. يعني بنعينها كويس قوي، نشوف اذا فيها سوس، اذا فيها تسطيح، اذا فيها حاجه، اذا هي حاجه مجدده، كل ده بنوصفه وبنديله رقم. اول ما بتخش الحاجه بياخد رقم مخزن و نقيمه، نحط له القيمه بتاعته، وبنعرض القيمه على صاحب الشيء. اذا عجبه عجبه، ما عجبوش خد الحاجه تاني. البيع في نفس اللحظه ديت لازم اللي بيشتري يدفع 50% عربون لما يرسى عليه المزاد، ولما يجي يستلم بيدفع الباقي ويستلم. طيب كلمني عن اغرب قطعه بعتها في مزاد. كان اوضه سفره للأميرة فوزية. أوضة السفرة حجمها كبير جدا. ومن ضمن الكراسي في صف كنبة. عشان الناس لما تاكل تحب تقوم، مثلا اللي قام بدري شوية يبقى الكنبة مع الترابيزة. كان حجمها واخدة مساحة كده. واتباعت بثمن قليل قليل قليل. كام يعني مثلا؟ 95,000. السفرة كلها؟ السفرة كلها اللي فيها، يعني مش عايز أقول لك، تساوي 500,000 على الأقل. طب ليه ما ابتديتوش برقم مقارب لقيمتها الحقيقية؟ لو ابتديت بالرقم المقارب محدش يتكلم. يعني أنا هقول كنبة أوبيسون زي دي. المفروض دي رقمها مثلا الكنبة كده الصالون ده بتاع 100,000. لو انا ابتديت 100,000 محدش يتكلم. طب تبتدي بكام بقى؟ ابتدي بثمن تحت خالص، الناس تتشجع. اوكي. ابتدي مثلا اقول 20، ده يقول 30، 35، 40 يتشجع. لكن لو ابتديت عالي يقول لك لو دخلنا تاني في المزاد هتوصل لكام؟ لا مش عايزين. كلمني عن قطعه ما تنساهاش ابدا اتباعت برقم كبير قوي وانت في نظرك ما تسواش الرقم ده كله. لا، لما بتيجي حاجه زي كده تتباع برقم كبير واشوف طلعت عن المألوف بنبه الناس، بقول لهم كده زياده. وبعد كده هم احرار، ما اقدرش امنحهم. طيب كلمني بقى عن القطعه اللي اتباعت بثمن اكتر مما تستحق بكتير. يعني كان في بهي هنا مثلا مقدرين له بتاع 80,000 مثلا. لما يتباع ب 150,000 وقفت مرتين في المزاد واقول لهم كده زياده، مصممين ياخدوه. ودي بتبقى تقريبا مع السيدات. السيدات العند بس. مش هتمشي رايك عليا. كلمني عن قطعه وانت بتبيعها كنت بتتمنى انها ما تتباعش وتحتفظ بيها. كانت حاجه بتاعه الفنان محمود عبد العزيز. كان معاه أيقونة كده صغيرة فيها العذرة تفتحيها. لما تبصي فيها سبحان الله لغاية دلوقتي عايز أعرف الفكرة إيه. تبص تلاقي الصورة الصغيرة دي نازلة في منظر كبير كده. كأنه في الهواء في الفراغ. دي اتباعت 15,000 جنيه. واو. كانت مصنوعة من مادة إيه؟ حاجات ذهب بس قيمتها أكتر من الذهب. والفكرة كلها في ترتيب الألماظات اللي جوات ازاي بتديك الانعكاس. الانعكاس يعني اتعملت بزوايا ازاي ما شاء الله.
دي بعد ب 15 ده في حياته ولا بعد وفاته؟ لا في حياته. في حياته. في حياته. طب ليه ما دخلتش المزاد عشان تاخدها؟ ما انا ممنوع اشتري حاجه بتاعتي. اوكي. هو جابها لي قبل المزاد. قلت له خد 10,000. قال لي لا اخد 10,000 دولار. اوكي. هو بينكد طبعا. أنا لأن فاهم. هو يعني صديق. صديق معانا من زمان الله يرحمه. فاتبعت ب 15. ب 15 راحت لصاحب نصيبها. لصاحب نصيبها بس انا ما ينفعش اخدها. ايه ال كلمه السر في ان صاله اوزوريس بقالها اكتر من 100 سنه اعرق واكبر وارقى صاله مزادات؟ زي ما قلت كتير الكلام دوت، شغله الخبير المتمم وصاله المزادات نحط الامانه 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 لما لا نهايه عشان تنجح. لو اتشالت الأمانة وعدم الخبرة لازم تسقط. ياما صالات بالعشرات طلعوا ما كملوش سنتين ثلاثة ووقعوا. وفي تانيين بقى اللي هو مش عاوزين نتكلم، بيجيب المثل بوفيه زي ده، نيش ياخد النص الفوقاني الفرنساوي ويعمل عليه النص التحتاني، والنص التحتاني يعمل عليه النص الفوقاني عشان يبقى قطعتين بدل قطعة، يبقى قطعتين فرنساوي فرنساوي. فده حاجات غش غير مقبوله، لانه لو الزبون انخدع فيها واخدها هيجي له ضيف او اي حد بيفهم هيقول له دي وضعها كذا، هيكره المكان ويكره كلمه الانتيك وبيموت سوق الانتيك نفسه. احنا اللي خلانا نيجي لحضرتك زي ما حضرتك ذكرت السمعة الحسنة. ربنا يديم عليك نعمة السمعة الحسنة، دي أهم حاجة صدقيني. بس وربنا يديم عليك نعمة الشغف والتعلق بالمهنة اللي انت شغالة بحبها. كفاية محبة الناس ليكي، يعني ناس على أعلى مستوى، مش عايز أقول لك يعني القيادة. والمحبة والتعاطف والسؤال عن الشخص نفسه. يعني دي بالدنيا بحالها، مش عاوزين حاجة، الفلوس مش هتسعد. ده حقيقي. عمر الفلوس ما تسعد، اللي بيسعد محبة الناس لبعضها. سيرة كمان. هي دي السعادة الحقيقية، محبة الناس لبعضها. ربنا يديم عليك ربنا نعمة محبة الناس ونعمة الأمانة ونعمة الذوق الراقي، وإن شاء الله نجي لك بقى المرة الجاية وأنت بتعرض بقى في أكبر تحضر المزاد. نحضر المزاد اللي جاي. إن شاء الله. نورتنا يا أستاذ فؤاد، نورت أهالينا. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. ربنا يخليك. أمثال الرزق يحب الخفية، والست المصرية الأصيلة بتسعى ورا رزقها بالحلال حتى لو هتيجي القاهرة صد رد كل يوم. معانا الست أم محمد، منورانا في أهالينا. ربي يخليك يا حبيبتي. عرفينا بنفسك يا ست أم محمد. أنا أم محمد 46 سنة. ما شاء الله. معايا 4 أولاد. الله أكبر. من الشرقية، بلدي أنشاص الرمل، مركز بلبيس. تمام. باجي هنا، أنا في وسط البلد هنا بقالي زيادة عن 26 سنة. حلو. كنت بنزل مع أختي الأول الكبيرة. كنت بنزل معاها كده نشتغل سوا. الاول انت رحتي المدارس ولا ما رحتيش؟ لا لا، محو اميه قعدت بتاع شهرين. تمام. الحمد لله. ابتديتي بقى تشتغلي انت واختك، كنت عندك كام سنه؟ يعني كنت لسه مثلا 18 سنه 17 سنه. حلو. وبعدين؟ وبعدين بقى اشتغلت معاها شويه. كنت بتبيعي ايه؟ الله يبارك لها، برضه في نفس حاجتنا كده، زبده، فطير، جبنه، بيض. تمام. طيور. لحد ما استقلت بقى بنفسي. تمام. يعني حبيت ان انا اعمل لنفسي شغل لوحدي. كويس. كان عندك كام سنه لما فكرتي تستقلي؟ والله كان يعني لسه 21 22 حاجه زي كده. تمام. وكان معايا ال 21 وكان معايا 3 اولاد.
كنتش لسه جبت عبد الرحمن. احكي لي بقى عن جوزك، عرفتيه ازاي؟ اتجوزته امتى؟ جوزي الله يرحمه هي اختي الكبيره متجوزه اخوه الكبير. طبعا احنا كلنا عارفين بعض في البلد يعني. والحمد لله يعني حصل واتجوزنا. قولي لي عن اليوم اللي خدتوا فيه القرار ان انتوا تشتغلوا لوحدكم. لا انا هو اول ما دخل الجيش طبعا احنا عندنا في البلد احنا اول حاجه احنا ناس الحمد لله يعني متيسرين والحمد لله، بس احنا ايه بنحب كل واحد يبقى له استقلال بنفسه. طبعا تسعى ورزقك. كنا في بيت عيله الاول. فطبعا بيت العيله انا كنت في اوضه عند حماه. وبدات بقى ايه، هو راح الجيش وانا كنت مخلفه 3 عيال ما شاء الله. ففكرت بقى قلت الموضوع مش هينفع. حل. لازم انا مثلا اسعى من ناحيه وهو ما يخلص الجيش يسعى من ناحيه. كويش. والحمد لله يعني نحمد ربنا. طيب ابتديتي بقى تعملي ايه لما خدتي القرار؟ جوزك في الجيش ومعاكي 3 ولاد، ازاي هتسيبيهم وتروحي وتيجي؟ عملتي ايه؟ الله يرحمها حماتي رحمه الله عليها، كنت بسيب لها الاولاد صراحه. كانت بترعاهم لي لحد ما اروح. تمام. ما كانتش يعني هم كانوا عيالها اصلا يعني. ابتديتي بقى تعملي ايه؟ ايه الكلام ده كان من كام سنه؟ يعني من نقول مثلا 23 سنه. كويس. كلميني بقى عن اول يوم نزلتي فيه القاهره لوحدك. اول يوم نزلت فيه كنت نزلت عين شمس مش القاهره. كانت مع اختي برضو يلا يبارك لها يا رب ويديها الصحه يا رب. كنت سايبه كان معايا احمد لسه 6 شهور. ده موقف يعني. وكنت اول مره في حياتي اسيبهم صراحه. وانا طالعه من البلد كده حسيت بحاجه كده وجعتني شويه. فطبعا اختي بدات ايه تقول لي ده حماتك وبتحب عيالنا وانت عارفه بتحبهم عشان اختي تبقى سلفتي طبعا. معايا في البيت. فبس بقى يعني ايه هي دي الحته اللي كانت وجعاني شويه عشان هو كان لسه يعني اول مره تبعدي عن ضناك. طيب لما ابتديتي بقى تشتغل بعد ما جوزك خرج من الجيش بدا بقى يشتغل معايا نفس شغلتي دي. حلو. وهو كان شاطر عني عن فكره ما شاء الله. شغلتك دي بقى يعني انا شايفه هو ما شاء الله فطير مشلتت جبنه قريش عسل ابيض عسل اسود وعسل بشمع العسل وده ايه ده جبنه قديمه ومعايا مشو برده وطيور جوه وزبده ما شاء بس الله. انا عشان بحطها جوه طيور ايه بقى معايا فراخ وبط وحمام ما شاء الله بس بتيجي على يعني انا بجيب الحاجه بالطلب بالطلب حلو الطيور بالذات يعني قولي لي بقى الكلام ده مين اللي بيعمله بتجيبيه منين الجبنة ساعتها مش دلوقتي لا ساعتها وقت ما انت وجوزك ابتديتوا تنزلوا مين اللي كان بيعمل الحاجات طبعا الفطير ده احنا اللي بنعمله كويس. معروفه ماشي الجبنه القديمه ده برضه احنا اللي بنخزنها حلو الجبنه القريش بعملها برضه الالبان بجيب اللبن وبعملها برضه حلو هي سهله مش صعبه يعني تمام بس كده طيب. الزبده بجيب برضو القشطه واعملها وساعات بجيب لما يكون عايزه كميه كبيره طبعا بجيب بقى من جيراني من حبايبي من هنا ومن هنا طب حلو النظام ده فضل مستمر ال 26 سنه اللي فاتوا طبعا ولحد دلوقتي طيب قعدتي تشتغلي انت وجوزك فتره لحد ما ربنا اراد ان هو يختبركم اختبار صعب شويه الحمد لله وزوجك الحمد لله. رحمه الله عليه الله جاله سرطان الحمد لله احكي لي بقى عن رحلة اكتشاف المرض والعلاج كان امتى الكلام ده؟ والله هو الموضوع ده هو توفى شهر 5 اللي فات. رحمة الله عليه. الموضوع ده الموضوع ده يعني 2001 بدأ يعني ايه الأعراض تبان ويشتكي بحاجات وكده بس هو كان من النوع اللي ايه منه متفائل بالحياة قوي. 2001 يعني من 20 سنة ومش من 22 سنة؟ لا 2021 معلش 2021 فما كانش بيحط في دماغه الامراض والحاجات دي، فكنت دايما اقول له ايه طب تحلل طب تعمل اشعاع يقول لي لا لا لا. هو كان شاطر قوي يروح الاجزخانه يجيب لي نفسه العلاج. ويخف وخلاص مفيش حاجه. في مره بقى تعب قوي وكده فانا قلت له لا لازم بقى نروح نعمل تحليل او اشعاع حاجه زي كده مش هينفع نسكت بقى. واكتشفنا المرض هو كان مؤمن وموحد بالله الحمد لله. وانا برضو مؤمنه وموحده بالله الحمد لله. نعم بالله طبعا ما بس مفيش حد دايما ايه يعني بيبقى حاسس ان الميعاد هيمشي او حاجه زي كده. كان دايما حتى لما يقولوا سرطان كنت اقول ايه ما اصل الناس بتعيش بالسرطان عادي ما فيش مشكله بس الحمد لله يعني ربنا اراده والحمد لله رحمه الله عليه ربنا يرحمه ويغفر له يا رب والبركه فيك انت في ولادك الحمد لله الحمد لله طيب احكي لي بقى على مدار 26 سنه فرشه الجبنه القريش والفطير والحاجات دي عملتوا ايه بقى في حياتكم؟ نقلتوا جبتوا بيت ولادكم علمتوهم ايه؟ احكي لنا الحمد لله انا طبعا ايه لما كنت في بيت حماية كنت قاعده في اوضه زي ما قلت لك طبعا اضطريت ان انا بقى ايه عايزه استقل بنفسي بس كده فابتدات بقى اعمل جمعيات انا بقى وجوزي طبعا مع بعض الله يرحمه وحوشنا وكنا طبعا ايه يعني بنقرط شويه على نفسنا عشان نعمل لنفسنا حاجه عشان انا ابويا راجل على قده وهو والده نفس الحكايه على قده برضه
طبعا لا كنا هنورث من هنا ولا من هنا. فاحنا قلنا بقى ايه، نتكل على الله الاول وبعدين على نفسنا. تمام. والحمد لله اشتريت حته ارض فاضيه عندنا. البلاد كانت الاراضي زمان رخيصه قوي بتاعت المباني. اشتريت حته 175 متر ما شاء الله. الاول بنيتها حاجه اسمها بيوت سويسي كده على وش الارض. من غير ما تحفري اساسات؟ لا، قعدت فيها 6 سنين. بعد كده بنيت بالمسلح بقى. ما شاء الله الحمد لله. وجوزت ابني الكبير معايا برضه. لا قولي لي بقى، ربنا رزقكم باولاد قد ايه وسنهم قد ايه؟ انا معايا محمد 28 سنه ما شاء الله، وابراهيم 26 سنه ما شاء الله، واحمد 24 سنه الله اكبر، وعبد الرحمن 20 سنه اللي هو في كليه حقوق دلوقتي ما شاء الله. وعلمتيهم الاربعه؟ الحمد لله الله اكبر. ربنا ما اداكيش بنوته؟ لا لا. طيب بعد وفاه جوزك الله يرحمه، ما فكرتيش بقى ان انت تقعدي تستريحي، ان ولادك يكملوا من بعدك؟ يعني ما فكرتيش بقى ان من حقك ترتاحي؟ لا. طب انت ما شاء الله على فكره انا الشغل مش تعب، ازاي اقعد يعني؟ هقعد اعمل ايه بقى؟ تقعدي تستمتعي بقى باولادك وباحفادك. ماشي، ما انا مستمتعه، هم عايشين بقول لك معايا. ما شاء الله ما شاء الله، مش بيفرقوني. طيب بس هم لسه برضه، هم ما ينفعش ان انا اقعد وانا ابقى حمل عليهم. ما ينفعش يعني، لازم انا وهم برضو. يعني اللي احنا كنا هنعمله انا وابوهم احنا دلوقتي بنكمله انا وهم. مين بقى من ولادك بينزل معاكي؟ ابراهيم. ابراهيم. واخوات الباقيين بيشتغلوا ايه؟ محمد شغال سواق برخصه خاصه مع ناس عندنا يعني. واحمد في النقاشه. هو خد النقاشه دي بعد ما خلص المعهد. اختار ان هو يبقى نقاش. مش مشكله. طبعا طبعا، هو دلوقتي وبينزل العاصمه وبينزل العاشر، يعني شغلته حلوه ما شاء الله ما شاء الله. وعندي عبد الرحمن طبعا في حقوق، ده مدلعاه شويه معلش، اخر العنقود سكر معقول. طيب امتى ممكن يجي اليوم اللي تفكري ان انت تبطلي شغلي فيه او تغيري النشاط؟ والله ابدا، انا طول ما انا فيها صحه وبقدر ادوس على رجلي مش هقعد. الله لو ربنا بقى اراد ان انا اقعد يعني. ربنا يديك الصحه وطولة العمر. طب كلميني عن زباينك، علاقتك بيهم ايه؟ مين مستمر معاكي من 20 سنه؟ انا معايا طبعا بتوع ابو العيله وسط البلد هنا من زمن معايا يعني. احنا بنعتبر مش زباين بقى، اهل خلاص. نتصل ببعض، غبت شويه بيرنوا عليا. تعتبروا اهل؟ لو غبت شويه بيتصلوا. بيتصلوا عليا، وانا اصلا علاقتي بالناس كمان، انا بتعرف بحد مش بخليه بقى زبون وخلاص، لا ده بيبقى اصل انا اكتريت كمان زباين ستات زيي. ستات بيوت زيي يعني. فبيبقى في عشره بقى وصحابه بقى بينا وبين بعضينا. اللي مضايقه من كلمه بتقولها لي، وانا مضايقه من كلمه بقولها له. فيعني بنبقى اكتر من الاخوات كمان. طيب اشمعنى مختاره منطقه وسط البلد؟ عشان كانت اختي هنا. كانت اختي في سوق التوفيقيه. وهي جابتني هنا. فطبعا انا زبوني، اتربى هنا، ربيتي زبون هنا واتعرفت هنا. وابني حتى اما بيجي يعني، انا لو مثلا غايبه. انا كنت ياما كنت بقعد بجوزي في المستشفى، قعدت كذا شهر في المستشفى بجوزي. كان عيالي بينزلوا على حس ربنا الاول وحس طبعا ان شاء الله. كنت وانا في المستشفى كده بالتليفون بيشغلهم يعني. بسم الله ما شاء الله، روحوا لفلان روحوا لعلان كده يعني ما شاء الله. والحمد لله. والله يا ست ام محمد، انت اعظم مثال للست المصريه الجدعه الاصيله اللي وقفت بايد جوزها وشالته في مرضه. الحمد لله. وواقفه هي وولادها على حس سمعتكم الطيبه. انت نموذج يستحق ان اهالينا كلهم يتفرجوا عليه. ربنا يخليك يا استاذه، ده من ذوقك والله. ربنا يخليك والله من ذوق حضرتك، وحاجتك تحفه ونظيفه وزي الفل. وان شاء الله نجيلك بقى تاني بقى وانت فاتحه ماركت. امين يا رب. امين يا رب ان شاء الله. ربنا يخلي لك ولادك ويفرحك يا ست محمد. ربنا يبارك لك، نورتينا. ربنا يبارك لك يا حبيبي. ما بيفرحش لما يتصور صورة حلوة؟ طب مين فينا مش هيفرح لما يترسم رسمة حلوة؟
لما حد يرسم لك صورة ويجيبها لك هدية لازم تعرف إنه بيحبك قوي وعمل مجهود عشان يفرحك برسمة من إيدين عم مصطفى. عم مصطفى منورنا في أهالينا. أهلاً 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 بحضرتك، عرفنا بنفسك. اسمي مصطفى أحمد مصطفى حسين، المهنة في البطاقة محامي، لكن أنا من وأنا في الطفولة وأنا بعشق الرسم، فحاولت أخش فنون جميلة، للأسف كنت راسب في الامتحان. القدرات؟ طب ثواني بس ما تاخدناش في دوكا، امتى أول مرة وانت صغير مسكت الورقة والقلم ورسمت، ومين اللي أخد باله من أهلك؟ من وأنا عندي 4 سنين أو 5 سنين. وأنا في الكتاب في سنة أولى، اللي بيقولوا عليها كي جي وان دي، كان زمان ما فيش حاجة اسمها كي جي، كان في حضانة أو كتاب. فوالدي الله يرحمه كان بيشجعني وكان بيعجبه قوي الرسم بتاعي. تمام. ومهم قوي دور الأسرة في اكتشاف المواهب وتنميتها بالنسبة لأي طفل. طيب لما باباك أخد باله إن أنت بتحب الشخبطة والرسم، ابتدى يعمل معاك إيه؟ ابتدى يجهز لي كل أدوات الرسم. حضرتك كان عندك الموهبة والأهل اكتشفوها وابتدوا ينموها. سنة ورا سنة محدش بقى قال لك خد شهادة غير الرسم، ما كانوا معارضين ولا موافقين إن حضرتك تدخل فنون جميلة؟ والله كانوا بيعارضوني وعاوزيني إن أنا أتبه لدراستي الحقيقية اللي هي لسانس الحقوق ودراسة القانون يعني، لكن أنا كنت في الخفاء بمارس الاحتراف في الرسم. إزاي بقى؟ كنت بتعمل إيه من وراهم؟ بقعد أرسم صور ناس وأصدقاء وزباين. كنت محترف بكسب يعني. يعني كنت بترسم الصور وبتبيعها من وراهم؟ ده الكلام ده كان سنة كام؟ 68 وما حولها. طيب كنت ساعتها بقى بتبيع الصورة بكام؟ بستين قرش. كلمني بقى عن يوم نتيجة الثانوية العامة ولحظة ما قررت تواجه أهلك إن أنت عايز تدخل فنون جميلة. الأهل كانوا بيرفضوا، بيقولوا لا اتبه لحاجة أقيم شوية، لكن المفاجأة إن أنا كنت غير لائق رسم الفنون ومع ذلك أشهر دكتور فنون حاليا في مصر. أحد تلامذتي يعني كان وهو طالب في حقوق هو فنون جامعة الإسكندرية كنت بعلمه. طيب حضرتك ما توفقتش في اختبار القدرات بتاع كلية فنون جميلة. ونقدر نقول إن ربنا كان كاتب لك إن أنت تدخل كلية تانية. يعني زي ما بيتقال كده بناء على رغبة الأهل. بعد ما حضرتك اتخرجت من الكلية مارست المحاماة لفترة قد إيه؟ فترة طويلة والله، لكن كنت بختار نوعيات معينة من القضايا. زي إيه؟ زي الجنائي اللي هو العقوبات. وللحاجة العجيبة إن الأحكام القاسية في العقوبات ولتكن مثلاً الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن، دي جلسة واحدة أو اتنين وبتخلص. لكن المدني ممكن تقعد 20 سنة. المدني يعني واحد يتخانق على قطعة أرض، على شبر، على مش عارف إيه كده يعني. حضرتك وصلت لأي درجة من درجات المحاماة؟ استئناف عالي ومجلس دولة، ولكن اللي الناس ما تعرفوش إن المحامي النقد ده يعني مجرد سنوات، يعني المفروض إن أنا أكون نقد من زمان. بس أنا توقفت لحد جمدت النشاط. طيب أثناء الفترة هنقول مثلا 10-15 سنة محاماة، كان الفن فين في حياتك؟ الرسم كان فين من حياتك؟ وأنا في الجلسة كنت برسم. برسم القاضي، برسم عضو النيابة، كاتب الجلسة، المتهم. كنت بحب بيني وبين نفسي أرسم سكتشات يعني. وفي الوقت ده هل حضرتك بقى تزوجت أنجبت فترة المحاماة؟ أنا تزوجت وأنا طالب في كلية الحقوق. فعلا؟ في سنة تالتة. إيه ده؟ وكنت بحب بنت زميلتي جدا، وكانت أسرة راقية قوي يعني، مش عاوز اقول احسن مننا، هي بالفعل احسن مننا ما شاء الله، لكن لما وجدوا ان في حب وفي رغبه مشتركه وافقوا.
واتجوزت وانت في سنه ثالثه؟ ايوه. وعشت مع اهلك بقى ولا فتحت بيت مستقل؟ فتحت بيت مستقل. وانت طالب ازاي بقى؟ وانا طالب كنت بكسب جامد. من الرسم. من الرسم. وكان جميع الناس بتتعامل معايا. حضرتك انجبت اولاد قد ايه؟ ثلاثة. صبيان ولا بنات؟ 2 صبيان و والدكتورة لبنى. طيب زوجة حضرتك كان ايه موقفها من الرسم؟ كانت بتقول لي انت بتحب الرسم علشان بيجيب لك فلوس على طول وانت قاعد في البيت. كنت منتج لوحات في البيت. سؤال بقى بيني وبينك كده، رسمت من الولاد كم مره؟ مرات يعني رسمتها وكانت بتزعل قوي تقول لي ما اوعى ترسمني. ليه؟ لان كنت برسم كاريكاتير. اوكي. يا راجل بقى راسم الاطفال وهي ما... طب قبل ما تقول لها انك بتحبها، على فكره انا كنت رسام كاريكاتير في الخارج. مشهور قوي في الكويت مثلا. كنت في جريده القبس وجريده ثانيه اسمها الجماهير بتاع الشيخ فهد الله يرحمه واخو امير الكويت. وكنت يعني ومجله اسمها الرساله. ما شاء الله. يعني كنت رسام كويس قوي. ما شاء الله. طيب اللحظه اللي حضرتك خدت فيها القرار ان انت خلاص مش هتضيع وقت في المحاماه تاني وهتتفرغ للفن، موقف ام الولاد كان ايه؟ كان سعيد. طيب ممكن اقول انا حاجه؟ اتفضلي. والدتي كانت سعيده جدا بالرسم لان هي كانت انسانه راقيه جدا وحساسه، وكانت بتشجعه على الرسم جدا اكتر من المحاماه، مع ان هي كانت لسانس حقوق زيه، لكن كانت بتحب الرسم عشان كان بيخليه قاعد في البيت. اوكي. ده قصه حب عظيمه. قصه حب عظيمه جدا. طيب انت يا ربنا انت ورثتي من بابا الرسم، بس خلينا قبل ما ندخل عندك نرجع بقى تفتنلنا عليهم شويه. اوكي. هل انت كنتي واعيه وكبيره في اللحظه اللي بابا قرر فيها انه يتفرغ من المحاماه للرسم؟ هو في الحقيقه والدي ما تفرغش تماما من المحاماه للرسم، لان هو جهبذ وعلامه في مجال القانون، وزملائه من المحامين بيستعينوا بيه في كتابه المذكرات والمرافعات. كلميني بقى عن بدايه موهبه الرسم عندك، ابتدت امتى؟ ابتدت منذ نعومة اظافري، من قبل ما ادخل كي جي 1. ازاي؟ انا يعني انا البنت الوحيده، ومعروف ان البنت بتحب ابوها طبعا قوي. بنت ابوها. ايوه. اكتر حتى من اي حد تاني في الاسره، فانا كنت شديده الالتصاق بيه، يعني كنت دايما بجري وراه حرفيا في كل مكان. فاول ما الاقيه قاعد بيرسم اقعد جنبه. كان مكاني المفضل طبعا من وانا صغير، اقعد على حجره، اقعد جنبه. اقول له بابا اديني، وكنت ساعات اعيط ان هو عايز يخلص شغل وانا عايز ارسم. فيقول لي طب خدي الورقه دي شخبصي فيها، خدي، طب انا هعمل لك لوحه صغيره تابلوه على قدك، لوني ارسمي. والله وكان شغلها بيتباع. والله كانوا بيحبوا شغلها جدا على انه في فن. طفوله بريئه. يعني ما شاء الله. اول لوحه رسمتها حاجه غريبه جدا، اول لوحه رسمتها كانت بالوان الاكواريل، اللي هي يعتبر اصعب فن، اصعب انواع الفنون. طبعا الالوان الوان ميه، في الوان فحم، وفي الوان باستيل، وفي زيت، وفي الوان مائيه، اللي هي 3 انواع، اكواريل وجواش واكليريك. فالاكواريل اللي هي ارقاها واصعبها، لان لو ده اللي انت ابتديتي بيه. ده انا كنت بقعد جنبه، ففي لوحه باظت منه، فقال لي خدي شخبطي هنا. فقعدت ارسم ارسم ارسم، والمفاجاه بقى ان هو حطها في وسط الرسومات. واداها لشخص بيفهم في الفن جدا. شخص يعتبر كانه اجنبي او خواجه، مش مصري حتى. اول ما شافها بص لها بتمعن كده وقال لي الايد دي ايد غريبه، مش ايد حد يعني كبير او محترف. فحطها في اللوحات اللي هو اختارها. اصلا كان عندك كام سنه بقى؟ قبل ما ادخل الحضانه يعني، مش فاكره. بس من 5 6 سنين مثلا. ولما خدها يعني بابا قال لي ساعتها لوحتك يا لبنى اتباعت. دي حاجة عظيمة، لأن طبعا الشخص اللي خدها حد يعني فاهم قيمة في الفن وبيفهم في الفن. وعشان يعني طبعا كنت لسه صغيرة قوي مش هينفع اخد الفلوس، جاب لي شوكولاتاية كبيرة. ضحك عليكي بشوكولاتاية. تمام. وبعد كده دخلتي المدرسة. المدرسة. واستمرت معاكي هواية الفن. ايوه. بعد كده بقى دخلتي كلية ايه؟ دخلت كلية الآداب، قسم دراسات يونانية ولاتينية. و ما دخلتش فنون، لان برضو نفس المفارقه اللي حصلت مع بابا، سقطت في القدرات. فانا كنت برضو في الناحيه الثانيه كنت بحب جدا دراسه اللغات. ومن وانا صغيره كان عندي الملكه ان انا بحب ان انا ادرس لغات انجليش وفرنش
واسبانيش وايطاليان وكده. فالحمد لله دخلت مجال تاني، وبرده في حصلت مفارقه تانيه اعظم. ايه بقى؟ ان القسم بتاعي يعني الفن يعتبر اتجسد في معظم اللوحات العالميه. يعني انا درست كملت بعد كده بعد الليسانس ماجستير في الاداب، قسم خصوصا الادب اللاتيني والاساطير الاغريقيه او الادب الكلاسيكي. معظم الفنانين العالميين جسدوه في لوحاتهم. اللي هو فن الاساطير زي لوحات جون بول روبنز وكونستابل وفرانسوا بوشي، وكلهم رسموا لوحات عالميه لدرجه وانا بعمل رساله الماجستير بتاعتي ارفقت في اخر الرساله يعني فصل كامل للوحات اللي هي بتاعت العالميه. والفصل ده حاز على اعجاب المناقشين جدا، واستغربوا ان اللوحات دي ازاي هما كانت يعني المفروض يحطوها في كتبهم وفي كل، واعتمدوها بعد كده ان كل حد يعمل رساله ماجستير او دكتوراه يحط في الاخر صور على لوحات رسومات. طيب طبعا كده كده اكيد بابا كان بيشجعك جدا. دور بقى اخواتك الكبار وماما كان ايه؟ والدتي زي ما قلت يعني هي على فكره مساله جينات برضو. يعني هي كانت راقيه وحساسه ورقيقه وذواقه. يعني هي كانت تقدري تقولي عليها ليدي مش ست عاديه ما شاء الله. فهي بالنسبه ليها كانت بتشجع دايما على كل حاجه حلوه. فهي كانت كده، وكانت طبعا بتشجعني على الرسم، بس كانت اكتر بتشجعني هي كانت برضو اللغات. خذي بالك يعني انا طلعت بحب اللغات زي هي كانت شاطره جدا في الانجليش. وكانت بتشجع اكتر على الدراسه، بس عمرها ما قالت لحد قوم ذاكر او كده. هي بتسيب الواحد يعني براحته. بس يعني لما شافت فيا موهبه الفن والحاجات دي هي مبسوطه. طيب دلوقتي هو بيت واحد فيه اتنين فنانين، الاب والابنه. ابتديتوا بقى توحدوا مجهودكم ازاي او تستغلوا بقى؟ هو خلاص تفرغ من المحاماه وانت خلصتي الماجستير، ايه بقى المرحله اللي بعدها اللي انتوا الاتنين حطيتوا ايديكم في ايدين بعض ونزلتوا الشارع؟ أنا قلت لوالدي أنا مش عايزة أبقى أي حاجة تانية غير إن أنا أبقى رسامة. لأن في حكمة شهيرة بتقول اعمل ما تحب ولن تضطر للعمل ولو ليوم واحد. لأن أنت بتعمل حاجة أنت بتحبها فأنت بتمارس هوايتك. بالظبط. أنت مش صاحي مغصوب إن أنت تنزل تروح شغلك. أنت حابب اللي أنت بتعمله. فأنا قلت له أنا مش عايزة أبقى أي حاجة تانية غير إن أنا بحب الرسم. تمام. وهو ده المجال اللي أنا همتهنه. تمام. يعني ما تحاولش إن أنت تخليه تحطني في قالب أو وظيفة مملة، بالنسبة لي هتبقى مملة. فقلت له أنا عايز أنزل معاك أشتغل في الشارع، قال لي هيبقى صعب عليكي. قلت له لا مش صعب عليا، أنا عارفة إزاي إن أنا هظبط سلوكي وهبقى قوية في مواجهة أي حاجة مش كويسة. والغريب والعجيب والمريح والحمد لله إن أنا ما لقيتش غير الاستحسان وكلمات الإطراء والإعجاب والتشجيع، بل بالعكس شجعت ناس كتيرة قوي وبنات ان هم يقولوا لي احنا عندنا الهوايه ازاي ننميها، ازاي بتدي كورسات. طيب ممكن ان احنا في يوم من الايام نيجي نقعد جنبك. طيب فانا شايفه ان ده فكره كويسه طبعا. يبقى في مصر حي لاتيني، حي فيه مبدعين فنانين. وعلى علمك الفن اساسا انثى. يعني المراه هي رمز، هي طبعا. رمز وعنوان الجمال. رمز الجمال. يعني لولا المراه ما وجدت الموسيقى، ولا وكان اغلق بائع الورد دكانه وكانش فيه يبقى فيه ديكور ولا حس طبعا. فني في البيوت. طيب نرجع للاستاذ مصطفى، كلمني بقى عن زباينك من المشاهير. رسمت مين من المشاهير؟ رسمت مثلا نجلاء فتحي اول ما طلعت سنه 70 او 69 70. ورسمت الله يرحمه المخرج كمال الشيخ في عماره الاموبيليا. ورسمت محمد عبد المطلب بتاع ساكن في حي السيده. طبعا. حبيبي ساكن في الحسين. و سمير الاسكندراني. وسمير الاسكندراني. وفريده سيف النصر. وفريده سيف النصر. ومادلين طبر. ومادلين طبر رسمتها في معرض بيكاسو. بيكاسو في الزمالك في شارع حسن عاصم. ومحمود عبد العزيز الله يرحمه. الله يرحمه. طلب مني رسومات زيتيه عشان يهديها لناس معينه. وكان بيفهم في الرسم وبيرسم ورد بس.
و على فكره كان دمه خفيف جدا، كلمني وانا سواق جدا جدا. كلمني وانا صغيره في التليفون، وانا طبعا فرحت قوي طبعا، فكنت ساعتها لسه في ثانيه اعدادي، فانت عارفه البنات الصغار بقوا عايزين يكبروا. فقال لي انت في ثانيه ابتدائي؟ قلت له لا ثانيه اعدادي. قال لي كبيره. قال لي صوتك كانك في ثانيه جامعه. يا حبيبي يا حبيبي. الله يرحمه. ومين تاني؟ وصلاح طاهر الفنان المصري العالمي رسمته، وكان على خلق فوق الوصف في الزمالك، وكان عنده مرسم في الزمالك يعني. تمام. طيب من نقطة بقى المرسم أجي لسؤالي، ليه حضرتك ما فكرتش تفتح مرسم أو جاليري ليك أنت، ليكوا أنتوا الاثنين؟ أنا بعتبر الشارع معرض، بس معرض واسع، معرض كبير، مفيش معرض قد الشارع أبداً. تمام، بس ده ممكن يكون مناسب ليك كراجل، لكن بنوته معاك هي عشان قاعده معايا، فحاسه بالامان المطلق طبعا، والناس عرفتها وبتحترمها اكبر احترام يعني. طيب فكرت ان انت تعمل معرض تعرض فيه لوحاتك وتبيعها؟ كذا مره وكتير، وفي نفس الوقت احنا بنكسب من الرسم احسن من اي وظيفه. تمام. يعني في لحظات ممكن ارسم سكتش او منظر من الطبيعه، الشخص بيدفع فيه اي مبلغ مطلوبه. وانا مش مغلواني يعني، انا احب هدوء الاسعار. طيب السكتش زي اللي ورانا ده كده سعره كام؟ دي 250 جنيه. تمام. علشان فيها شخصين يعني. لو طب لو شخص واحد؟ لو شخص واحد احيانا 200 واحيانا 100 و150 كده يعني. اسعارك في متناول الجميع. طبعا. ما فكرتيش تشجعي بابا ان انتوا تاخدوا شو روم وتعملوا معرض ثابت او الكلام ده؟ بالنسبه للمعارض هي حاجه طبعا رائعه، مش بس عشان الناس يعني اسم الفنان او كده، هو مجرد ما الواحد يعمل معرض في اتنين في تلاته هيتعرف، بس الاهم من كده ان انت تتعامل مع الجمهور العادي، مش الطبقة المعينة محصورة اللي هي بتروح المعارض والأماكن اللي هي بيبقى فيها الفن. التعامل مع الإنسان البسيط العادي هو ده النجاح الحقيقي. طب فكرتي تدي كورسات فعلا؟ طبعا. طبعا، لأن أنا يعني اللي عايز يتعلم يعلم. صح. يعني كل ما أنت تيجي تعلم حد في الحقيقة أنت بتثبت المعلومة في دماغك أنت أكتر. وهي حاجة حلوة جدا إن أنت تشجع المواهب. الإنسان مش المفروض إن هو يكون أناني أو يستأثر بالمعلومة لنفسه، مش حاجة حلوة يعني. لو ما كانش التعليم حاجة قوية ما كانش بقى اعتاق الناس زمان أيام في بداية الإسلام، يبقى إن أنت تعلم مثلا 70 طفل من أبناء المسلمين، فهي حاجة حلوة جدا. وانسنياري ايه؟ استودياري، يعني انت تعلم. انا درس ايطالي. هو ان انت تذاكر كانك انت بتذاكر لنفسك. تمام. فهي حاجه حلوه. حلمك اللي جاي ايه؟ ان ربنا يرضى عليا، بس مش عايز حاجه. ربنا يرضيك ويرضى عليك دايما. لبنى حلمك اللي جاي ايه؟ ان الدنيا تستقر، والناس كل ما يبقى فيه استقرار كل ما الناس هتتشجع على ان هم يحبوا الحاجات اللي هي مش يقبلوا على الفنون، مش اجباريه لكن كماليات. فيحبوا الفن اكتر، يبقى عندهم وقت للرفاهيه. فلما يبقى فيه استقرار الناس تنبسط، تشتروا لنفسهم فيه، يسعدوا. انا اللي سعيده ان انتوا نورتونا في اهالينا. حقيقي انتوا يعني حقيقي اب ادى لبنته كل الدعم والاحتضان، والبنت ما خذلتوش، وان شاء الله نجي لكم تاني وانتوا اساميكوا على اكبر اللوحات العالميه. نورتونا في اهالينا. شكرا جزيلا. الله يخليكي وربنا يحميكي ويعليكي يا رب. ربنا يبارك لك يا رب ويرضيك. شكرا جزيلا. فاكرين ولا حاجة؟
سينا هات كرسي وقعد وتعلم ما تشوف واسمع أهلينا.